أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استقر على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراة إثيوبيا المقررة ليها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة الأمم أفريقيا 2024، وتصدر المجموعة لأن يشارك صلاح في مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أجرى قرعة النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، واللي بتشهد مشاركة الفرق الأولى لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسفرت عن مواجهة الفريق الأحمر مع سيمبا التنزاني. النادي الأهلي استقر على السفر للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي على متن طائرة خاصة. بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إنهاء إجراءات سفر بعثة فريق كرة للسعودية. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف حدد موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. قرر الكاف إقامة اللقاء يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة. فريق نادي بيراميدز فاز على فريق ألينترودو التركي بهدف دون مقابل سجله المهاجم الكونغولي فيستن مايالي في ثالث وديات معسكر تركيا. وعلى النادي بلدية المحلة التعاقد مع حسام أشرف قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم استعدادا للموسم الجديد 2023-2024. نشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة على فيسبوك صورة اللاعب بقميص البلدية. التونسي حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي انتظم في تدريبات نادي استعدادا للموسم الجديد. وصل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن نادي الإسماعيلي امبارح للانتظام في فترة الإعداد للموسم الجديد. ومنتخب مصر الأول لكرة السلة أنهى مشاركته في كأس العالم المقامة في الفلبين بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86. بكده ضمن المنتخب المصري اللعب بملحق الأولمبياد بعد تواجده بأفضل 16 مركز في كأس العالم. فريق ريال مدريد الإسباني حقق فوز مهم على ختافي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني. فريق تشيلسي خسر أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة البريمير ليج. مانشستر سيتي حقق فوز كبير على ضيفه فولهام بنتيجة 5-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024. ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن تعاقده مع النجم المغربي سفيان أمورابيتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من فيورنتينا الإيطالي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية. نادي برشلونة الإسباني أعلن تعاقده مع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ده طبعا قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي. واتفق نادي برشلونة ومانشستر سيتي على إعارة جواو كانسيلو لغاية 30 يونيو 2024. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع فسنتو مصطفى. عودة ليكم مرة تانية. شكرا ليك يا هلا.